من حلف بالله فصدقوه لا أعلمه عن رسول الله. ورد أن المسيح عليه السلام رأى رجلا يسرق في صحيح مسلم، قال أتسرق؟ قال أقسم بالله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت نفسي. لكن هذا لا يضطرد، هذا كان في حق عيسى عليه السلام، لعل السرقة كانت تخص عيسى فتجاوز. لكن عموما حديث من حلف بالله فصدقوه لا أعلمه عن رسول الله الآن.